كويس والله. خلينا نبدأ إن شاء الله في حل مسائل الريبل عن الليست، تمام؟ حلهم كلهم، والأسبوع القادم بنحل مسائل الديكشنري. نيجي، نعم. طيب، المسألة الأولى، في عندك هنا given a list of non-zero integers. لما يقول لك non-zeros وإحنا هنا بنحكي عن sign same sign، معنى ذلك إنه الزيرو مش داخل في الموضوع. بدك تفترض إنه الليست العناصر تبعتها كلها يا إما أرقام موجبة أو أرقام سالبة، non-zero فيش zeros، تمام؟ المطلوب إنه أنت توجد أول pair، أول زوج من الأرقام بيكون متجاور طبعا له نفس الإشارة، تمام؟ وإذا ما فيش بدك تطبع زيرو. هنا الإكزامبل إنبوت والأوتبوت بوضح لك الموضوع. الإكزامبل الأول بدي أجي أطلع ناقص واحد واثنين، مش نفس الإشارة. بروح هنا على بيروح على 2 و3. 2 و3 نفس الإشارة، بطبع لي اياه وبوقف بريك. نعم، حكيت لو مش نفس الإشارة بده يروح على 3 وناقص 1 وهكذا، تمام؟ حكيت هنا مثال انبوت ثاني، أنا عندي ناقص 1، 1 وناقص 3، لا، ناقص 3 و4، لا، 4 وناقص 2، لا، ناقص 2 و1، لا، بطبع 0. نعم، فبالتالي الانبوت انت بتاخده بهذا الشكل، زي ما شفنا انه تعودنا انه احنا بناخده في سطر واحد، تمام؟ وهنا بدنا نلف على الليست. هنا بدينا الاندكس بواحد لانه انا حاطط كل رقم وجاره اي ماينس واحد واي. ممكن تعمل بطريقه مختلفه اللي هو العنصر اي واي زائد واحد. في هذه الحالة بدك تبدأ هنا الاندكس بصفر، وهنا اللين راح يكون ماينس واحد، نفس الفكرة، يعني سواء هيك أو هيك. هنا بدينا بواحد لأنه أنا عندي بجيب اي ماينس واحد، فأول عنصر حيكون الاي بتساوي واحد، واحد ناقص واحد فبكون اي اوف الزيرو. هجيت هنا كيف بدنا نجيب إنه هو نفس الإشارة؟ بنجيب حاصل ضرب هم مع بعض. زمان انا او سابقا اعطيتكم انا داله بتشوف اذا كان الرقم الاول موجب والرقم الثاني اكبر، يعني اكبر من الصفر، والرقم الثاني اكبر من الصفر ترجع ترو، واذا كان الرقم الاول سالب والرقم الثاني سالب برضه بترجع ترو، انهم لهم نفس الاشاره. هاي انت ممكن انه انت تحلها انه انت تضربهم ببعض، موجب ضرب موجب، موجب سالب في موجب، سالب موجب في سالب، سالب سالب في سالب، موجب لهم نفس الإشارة. فدائما إنه إذا كانت الإشارة متشابهة بيطلع الناتج أكبر من الصفر، فبالتالي أنت بتبسط الكود في سطر واحد تفحص إنه فعلا كل عنصر وجاره اي ماينس واحد والاي أكبر من الصفر. إذا تحقق هذا الإشي بطبعهم وبعمل بريك، إلس بطبع زيرو، تمام؟ هاي نعم. لو ايش؟ هذه انه انت كيف تسويها بالضبط، يعني انت بتصير كأنه بتعمل عشان انه انت تبقى متخيلها هي زي هيك. 3 2 7 9 7 اول ما تعمل انتر انت بتاخذ قاعد انبوت، اول ما تعمل انتر ايش بيروح بيعمل له؟ سبليت، بقطع. والتقطيع هذا بدنا نلف عليهم واحده واحده فور اس ان هذا الكلام كله حول لي اياه لانتجر.
وعبي لي اياها في الليست، هاي بدايتها وهي نهايتها. طب تعمل انتر هاي لي، فيش داعي للفرض صح؟ طيب المسألة الثانية، المسألة الثانية ايش المطلوب في المسألة؟ مطلوب انه انت تطبع لي الارقام اذا كانت اكبر من النيبورز تبعونها. حكيت نيبورز يعني على اليمين وعلى الشمال. هنا بعطيني ملاحظة انه اول عنصر واخر عنصر مش لازم تعملهم consideration، لانه اول عنصر ملوش جار على اليسار واخر عنصر ملوش جار على اليمين، تمام. فبالتالي الانبوت اول ما نبدا احنا بالخمسة، طلع على واحد على الشمال واحد على اليمين، الخمسة اكبر بزيد الكاونت بواحد. مطلوب هنا عدد الارقام اكبر من ازواج، نعم. The number of elements that greater than، عدد العناصر اللي اكبر من الجيران تبعهم. هكذا باجي للواحد، خمسة وخمسة، لا خمسة واحد واحد من عدها، فبالتالي هنا الناتج اثنين. في عندي رقمين أكبر من جوارين بكونوا في الليست أكبر من الجيران على اليمين وعلى اليسار، تمام؟ باخذ انبوت بنفس الفكرة، تمام؟ وهنا ما دام انا حكيت انه الجا اول عنصر واخر عنصر بديش اخذهم على الاعتبار، فبالتالي حبدا بواحد وحنتهي ب ماينس واحد، تمام؟ وهنا هذا الكلام احنا اخذناه في برمجه واحد، انه احنا ممكن نحط اكثر من تيرمز في الاكبر من والاصغر من وتقرا من المنتصف. بقول هنا ايش الشرط؟ انه يكون الاي اوف الاي اكبر من I ناقص واحد، الـ A of I ناقص واحد جاره على اليسار أصغر من، هيك بهذا الاتجاه بتقرأها أصغر من، وفي نفس الوقت تكون عفوا هيك بهذا الاتجاه تقرأها أكبر من A of I، أكبر من A of I ناقص واحد، وفي نفس الوقت إنه A of I أكبر من أكبر هذا الاتجاه، تمام؟ التنتين اكبر، بدل ما تعملها في اند بتحطها في سطر واحد زي هيك، انه الاي اوف الاي اكبر من الاي اوف الاي زائد واحد، تمام؟ هيك بتبسط الكود اسهل، بتحطها في سطر واحد بدل ما تعمل الكونديشنز تبعت الاند. اذا تحقق هذا الشرط شو بنعمل؟ الكاونت بلس 1، وبعد ما اخلص بطبع الكاونت. طيب هاجيت هنا اشوف لي اكس بتساوي بدي اوكي، يعني بديش انا احط لي هايلايت للسنتاكس انه اكس اقل من الواي، هذه كيف تقراها؟ واي اكبر من الاكس، اقراها من اليسار لليمين اكس اقل من الواي، من اليمين لليسار الواي اكبر من الاكس. وهنا نفس المبدا، انا هنا الاي اوف الاي اكبر من الاي اوف الاي ماينس واحد واكبر من الاي اوف الاي، وهو المطلوب انه يكون اكبر من جاره على اليسار اكبر من جاره على اليمين، تمام؟ المساله الثالثه، ايش المطلوب هنا؟ سواب. نعم، مبدا السواب في البرمجه انه فيها اشكاليه. ايش هي الاشكاليه؟ لو انت ببساطه اجيت عملت زي هيك، الاكس بتساوي 3 والواي بتساوي 4، ايش المطلوب؟ الواي لازم تاخذ قيمة الاكس اللي هي 3 والاكس تاخذ قيمة الواي 4. لو انت عملت زي هيك، اكس بتساوي واي والواي بتساوي اكس، بتروح مني قيمة،
ايش القيمة اللي بتروح؟ هجيت اكس بتساوي واي يعني اربعة، والواي بتساوي الاكس ثلاثة راحت. تمام؟ فانت ايش بتسوي؟ بتروح بتعرف temp متغير ثالث مؤقت، تحفظ فيه value عبل ما تعمل التبديل. ايش القيمة اللي راحت مني؟ ثلاثة. فبقول انه temp بتساوي الـ x، ساعتها بقول انه الـ y بتساوي الـ x بتساوي الـ y. مربوط يا استاذ؟ لا مربوط. لا والواي والواي بتساوي التم ساعتها. تمام؟ او ببساطه واضحه كيف هنا صارت، انا عندي متغير بسيط فاقول انه التم بتساوي الاكس، ساعتها بقول انه ببساطه الاكس بتساوي الواي قيمتها 4 والواي بتساوي التمب اللي هي القيمه اللي كانت حتروح احنا حفظناها في التمب اللي هي 3. احنا لا انا عندي متغيرين المطلوب تبديل القيم تبعتهم، فانت بتروح بتعرف متغير ثالث، هذول الاثنين موجودات اصلا ومطلوب تبديل القيم تبعتهم. تمام؟ اجت الاكس بتساوي الواي. هاي طلع ما عليه هنا. اجت اكس بتساوي الواي. قديش قيمة الواي؟ اربعة. قديش صار في الثلاثة؟ في الار في الاكس؟ اربعة. ولما تقول له الواي بتساوي الاكس صاروا التنتين اربعات. كيف؟ طيب لو عكسناها بحتفظ بالثلاثة في التنتين والأربعة اللي بتروح. واضح؟ أو ببساطة في البايثون في عندك خيار إنه أنت تستخدم التابل أسايند. بتقول إنه الـ x, y بتساوي y, x ببساطة. صحيح، بس هيك برضو طبل. تمام؟ فهو إيش راح يسوي؟ راح يعوض بالقيم، يعني هذا السطر اعتبره زي هذا السطر، راح يعوض بالقيم، راح يحط 4.3 وبعديها بعمل assignment. بهذه الطريقة الأربعة راح تروح للإكس والثلاثة بتروح للواي وهو المطلوب. تمام؟ طيب نرجع هنا، إيش المطلوب؟ إنه كل عنصر كل بير تروح إن تبدلوا مع بعض، يعني هنا واحد واثنين ثلاثة وأربعة وهكذا. فبالتالي أنت لما بدك تلف على الانديسيز إيش راح تلف؟ زيرو اثنين أربعة ستة ثمانية بهذا الشكل، كل بيرز مع بعض، كل بير مع بعض. لاحظ هنا الواحد والاثنين إيش صار فيها؟ اثنين واحد، ثلاثة أربعة أربعة ثلاثة، خمسة لوحديها ملهاش بير. نعم بتضلها لوحديها. فايش بروح بسوي؟ باخذ الانبوت الليست بروح بلف عليهم. ايش ببدا؟ ببدا الرينج من زيرو طبعا لين ماينس واحد، والسبب في ماينس واحد انه انا بستخدم هنا الاي زائد واحد. دائما خدها هيك بعين الاعتبار، انت لما تتعامل مع الانديسيز في الليست اذا قلت انه الاي ماينس واحد تبداش بزيرو، ابدا بواحد. ولو انت تتعامل في الانديسيز تقول اي زائد واحد تبدا بزيرو، بس هنا في اللين تعمل ماينس واحد. كمان مره هجيت هنا، انا عندي في الانديسيز بتعامل مع اي زائد واحد، الاي والاي زائد الواحد، فبالتالي ممكن بامان ابدا من الصفر.
تمام؟ بس في الآخر إيش بدي أسوي؟ بدي أنقص واحد. أو العكس كمان مرة، العكس إيش بعمل؟ بقول الـ i و i minus 1 في هذه الحالة إيش ببدأ من هنا؟ ببدأ من الواحد، ببدأش من الصفر، وهنا اللين للآخر، فيش مشكلة. يا هيك يا هيك. تمام؟ فبالتالي هنا اللين minus 1 إيش سببها؟ إنه أنا بتعامل مع العنصر i وجاره i زائد 1. لو كان جاره i minus 1 لا، بيكون هنا ببدأ من الزيرو، ببدأ من الواحد عفوا. طيب وهي عبارة عن الانكريمنت 0 2 4، لأنه بديش تغل كل البيرز مع بعض. هنا تعال اطلع لي مرة تانية ايش طلبت منك، تبدل لي ايش الواحد والاثنين، ما طلبتش انه انت تبدل لي الاثنين والثلاثة، فعشان هيك ايش بدك تنط في الاندكس وتنط تعمل سكيب لوحدة، فبتبدأ 0 2 4 6 وهكذا. فعشان هيك انت عندك الانكريمنت 2. والسواب اوريدي شرحنا ايش، ببساطة بنقول الـ A of the I كوما A of the I زائد الواحد بتساوي العكس A of the I زائد الواحد A of the I. تمام؟ هكيت التبديل صار جوات الليست، فبالتالي النتيجة وين صارت بعد ما انت عملت التبديل في الليست؟ بدك تطبع الليست. هجيت الـ A star هذه شوف لي اياها زي هيك، انه انت ممكن تعرف ليست هيها A، اقول له print A، تطبع لي بهذا الشكل. ممكن تقول له star A، ايش بروح بعمل لك؟ بطبع لك اياها بدون اقواس وبدون كوماس، وهو المطلوب في الريبل. ممكن هاي الشغلة انت تسويها انه انت تعملهم join، تمام، في دالة الجوين، او انه انت تعمل في البرنت وتقول له انه الاند بتساوي سبيس مش نيو لاين. تمام، مرت عليكم في المعمل بعتقد، صح؟ لا. كيف طبعتوا هاي سطر واحد؟ تمام. واضح؟ في أي سؤال؟ مسألة اللي بعديها. إيش المطلوب هنا في هاي المسألة؟ المطلوب في عندي list من distinct numbers. لما أقول لك distinct معناه إنه يعني الأرقام ما فيش رقم بيشبه الثاني، كلها أرقام مختلفة. هذا بيسهل عليك الحل. ايش المطلوب؟ تعمل سواب للمينيموم والماكسيموم. يبقى هذا عباره عن مسالتين في مساله، ان انت توجد الماكسيموم وتوجد المينيموم الانديسيز تبعتهم وتعمل سواب. ومبدا السواب صرنا عارفين، تمام. فبالتالي هنا 3 4 5 2 1، ايش اكبر ايش اصغر رقم؟ واحد. اكبر رقم؟ خمسة. فبده يصير انه استبدال بدل الخمسة واحد، وبدل الواحد خمسة. تمام؟ بالضبط. هنا اخذنا الانبوت الليست، جبنا البوزيشن تبع المينيمو دالة في الليست اندكس، وعندنا جبنا البوزيشن تبع، جبنا البوزيشن تبع المينيموم، وهنا البوزيشن تبع الماكسيموم. واضحه هاي الاسطر، صح؟ بتجيب الماكس وبتقول له الاندكس تبع هذا الرقم قديش، تمام. وبعديها صرنا عارفين الانديسيز، بنقول له الاي اوف المين بوزيشن كوما بوزيشن ماكس بتساوي ماكس كوما مين، ببساطه. وبرنت ستار اي سهل، صح؟ اخر مساله، ايش المطلوب؟ في عندي لسته من الارقام
بدك توجد الرقم اللي بيظهر only once فقط مرة واحدة. يعني أنا عندي هنا 4 3 5 2 5، هاي الخمسة تكرر، الواحد ثلاثة تكرر والخمسة تكرر، فبالتالي 4 2 1. إيش مفتاح السؤال؟ أو مش إيش مفتاح الحل؟ في حل أسهل من هيك. أكبر تكرار. في حل أسهل من هيك. أنا ما طلبتش هنا حاجة أنا ما اديتكش إياها. إيش المطلوب؟ إنه العناصر اللي فقط تكررت مرة واحدة. مش إحنا أخذنا دلت الكاونت في الليست؟ فبالتالي بدك تجيب لي الأرقام الكاونت تبعها واحد ببساطة. لا اثنين لوب ولا ست. فبالتالي 4 إذا كانت الـ A dot count للـ I، طبعا الـ I هذا مش index، عبارة عن الـ element نفسه، تمام؟ شو بسوي؟ بطبع الـ I وهي comma end space بهذا الشكل، تمام؟ يبقى هذه البرنت انت بتطبعش في نيو لاين هنا كل مرة، ايش بروح بعمل لك؟ بطبع لك بضيف لك سبيس في الاخر، فبالتالي بيطلع لك نفس الفكرة، نفس ال... يعني انت ممكن تطبع النتيجة في سطر واحد، يا يعني اما بتحط اذا كانت ليست بتحط ستار للليست، او انه بتطبع العناصر وبتحط الاند بتساوي زي هيك. هجت باي ديفولت البرنت هذه كل برنت بتطبع في سطر جديد، فحيطلعوا لك زي هيك. لكن لما تعمل زي هيك انه تقول له استبدل لي السلاش ان بالسبيس، تمام؟ واضح؟ هنا الاند عباره عن ايش؟ باراميتر. برجع بذكرك زي المود بتساوي ار، او الانكودنج بتساوي يو تي اف، او فاكرين في دالة الريفيرس، في دالة السورت عفوا ريفيرس بتساوي ترو، فهذا عبارة عن باراميتر وهي الفاليو تبعته. نعم، باراميتر للدالة برنت، تمام؟ في اي اسئلة؟